ما ساكتينش وما مسامحينش. تحية النضال والصمود، تحية العز والكرامة للشغيلة التعليمية. الوحدة للشغيلة التعليمية هي التي أنتجت ما يمكن إنتاجه. جماهير قوية. نجد هنايا اليوم بمعية عن رفضنا الصارخ لكل المخططات التصفوية والسياسات الممنهجة اللي كتخوضها يعني الوزارة. نجينا هنايا اليوم تلبية لنداء التنسيق الوطني يعني اللي كيضم مكونات الشغيلة بينهم الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. يعني حنايا اللي كنتواجدوا هنايا اليوم ماشي اليوم فقط، وإنما عدة محطات نضالية ننتظر أن الوزارة يعني تتفاعل معنا بالإيجاب وتقدم حل لكل الملفات العالقة واللي على رأسها أكيد وأكيد يعني مخطط التعاقد اللي كيهدف أنه يعني يفكك الوظيفة العمومية ويضرب العمق ديال مجانية التعليم لكافة أبناء الشعب. إلا كان كيتشار على أساس أننا يعني كأساتذة لا نراعي للزمن الدراسي ديال التلاميذ، فأكيد وأكيد أن من يراعي مصلحتهم هم هاد الأساتذة اللي جاوا من أجل أنهم يضمنوا لهم حقوقهم المستقبلية في تعليم عمومي وفي مدرسة عمومية لكافة يعني أبناء الشعب. الحوارات الماراثونية كنحملوا المسؤولية فيها الوزارة أنها يعني كتحاول أنها تمشي بمنطق دع المعارك تتآكل لوحدها. نحن الإجابة اللي كنقدموها هي المرابطة ديالنا بميادين النضال إلى حين تحقيق المطالب ديالنا العادلة والمشروعة في نهاية المطاف. إحنا كأساتذة كنشوفوا بأن هذه المخططات هذه اللي ماشي هي وليدة اللحظة بقدر ما هي استهداف يعني منذ قبل تمام الميثاق الوطني للتربية والتكوين الدولة ماضية نحو خوصصة هذا القطاع هذا، واللي لطالما عبرت على أن هذا القطاع يشكل تقبل في الميزانية. حنايا كأبناء الشعب وجزء من أبناء الشعب كندعيو كل مكونات الشعب أنها تلتف حول يعني هاد اللحمة النضالية والدافع معنا من موقع المسؤولية على المدرسة والوظيفة العمومية. اليوم سوى غدا والسحب ولا بد. الأستاذ هيثم دكداك عضو لجنة الإعلام والتواصل للتنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد بمديرية طنجة أصيلة. عموما سياق هذا الاحتجاج يأتي في سياق استمرار الحراك التعليمي السلمي والتاريخي للشغيلة التعليمية بكل فئاتها. هذا الحراك الذي بدأ يوم 5 أكتوبر رفضا للنظام الأساسي أو النظام المآسي الذي جاء بمجموعة من التراجعات. هذا الحراك لا زال مستمرا اليوم، هذه المسيره الغاضبه لرجال ونساء التعليم رفضا واستنكارا لمجموعه من المغالوات التي تقوم بها الحكومه بمعيه وزاره التربيه الوطنيه في اطار حوارات مغشوشه، حوارات فضفاضه بعروض حكوميه لا ترقى لانتظارات الشغيله التعليميه. اليوم الشغيله التعليميه تؤكد على ان مطالبها واضحه، مطالبها مباشره، لا تحتاج لحوارات بل تحتاج لقرارات واجراءات واقعيه تنفذ على ارض الواقع. الشغيله التعليميه اليوم في الشارع منذ شهرين او اكثر، المدارس العموميه في حاله اضراب، هذا الوضع نستنكره ونتاسف عليه، ولكن هو فرض علينا كما فرض على التلميذ، لماذا؟ لاننا وجدنا ان الحكومه بسياساتها وبخططها التخريبيه لا تسعى للارتقاء بالجسم التعليمي الاستاذي، اليوم مطالبنا واضحه، نحن اليوم في الشارع من اجل اسقاط النظام الاساسي، من اجل اسقاط النظام الاساسي واعداد واحد جديد وفق مقاربه تشاركيه تلبي مطالب الاساتذه والاستاذه. اليوم نحن في الشارع من اجل ادماج الاساتذه واطر الدعم الذين فرض عليهم تعاقد في اسلاك الوظيفه العموميه، وعندما اقول ادماج في اسلاك الوظيفه يعني الادماج الحقيقي والفعلي الذي يتمثل في اعطاء مناصب ماليه قاره لهذه الفئه، والذي يتمثل في اقرار حكومي
بان هؤلاء الاساتذه هم موظفو العموميون بظاهر شريف، مع استجابه لكافه المطالب الفئويه الاخرى على راسها الاثر المالي والاداري للمقصيين، اساتذه الزلزله 10 10، الترقيه بالشواهد ومجموعه من الملفات الفئويه. مطالبنا واضحه، ونقول للراي العام ولتلاميذنا وتلاميذتنا اننا متاسفون على هذا الوضع من داخل مؤسسه العموميه، فرض علينا كما فرض عليكم. نحن اليوم مستعدون للتعاطي مع اي حل واقعي جريء ينفذ على ارض الواقع بدون اي مناوره. نحن اليوم مستعدون للعوده لفصولنا الدراسيه اذا راينا ان هناك حلول واقعيه تنفذ، ليست فضفاضه بوعود فارغه، وعود مغشوشه. نحن الان سئمنا من كثره الوعود طيله سنوات، اشتغلت عليا منذ سنوات وهي تعاني في صب، لم تتكلم، قدمت ما لها وما عليها، ولكن اليوم سئمنا، اليوم فاض الكاس، اليوم نحن مستمرون في احتجاجاتنا، اليوم نحن مستمرون في هذا الحراك، اليوم نحن مؤمنون بقضايانا ومؤمنون بمطالبنا، فمزيدا من الصمود والوحده، الشغيله التعليميه تبصب على حراك تعليمي تاريخي بالوحده والتضامن، ومتاسفون من اباء واولياء وامهات التلاميذ، ونقول اننا نحن مضطرون، اليوم تلاميذ اليوم هم اساتذه الغد، نحن نناضل باجل مدرسه عموميه حقيقيه، باجل تعليم مجاني عمومي شعبي ديمقراطي، ونقول مجاني، ونرفض اي مظاهر من اي مظهر من المظاهر خصصة المدرسه العموميه. فمزيدا من الصمود وكل تحايا لهؤلاء الاساتذه والاستاذات الموجودون والصامدون على ارض الواقع، وتحيه.